السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي إن شاء الله في السلسلة اللي احنا هنبدأها دي، نشرح منهج أحياء أولى ثانوي عام عربي، وإن شاء الله نبقى نكمل بعدها لغات على طول. هنشرح الجزء اللي علينا في ضوء الظروف اللي احنا فيها والكورونا والكلام اللي ربنا يعافينا منه ده إن شاء الله. هنشرح الفصل الثالث او الباب الثالث اللي عبارة عن 3 فصول. الفصل الاول بيتكلم عن حاجتين، جزء كده صغير وكان قديم خالص اللي هو الكروموزومات والنظرية الكروموزومية، الجزء الثاني قوانين مندل في ضوء النظرية الكروموزومية ونعرف الفرق ما بينهم، جزء سهل خالص. الفصل الثاني بيتكلم عن درسين، الدرس الاول اسمه تداخل فعل الجينات، بيكملوا في الجزء الثاني مع حاجة اسمها تأثير الظروف البيئية على فعل الجينات، وهنشوف عبارة عن ايه الكلام ده. والفصل الثالث والاخير بيتكلم عن تحديد الجنس في الانسان، ازاي الانسان ده يبقى ذكر، ازاي جه انثى وهكذا، والحالات الكروموزوميه الشاذه في الانسان. هناخد يعني ايه حاله كلاينفلتر، يعني ايه حاله تيرنر، يعني ايه حاله داون او داون سندروم، وايه الفرق ما بينهم، وازاي بييجوا، وازاي ممكن يحصل خلل وراثي عشان يجي هذه الحالات. رقم 3، الدرس الثالث في الفصل ده، الصفات المرتبطه والمتاثره والمحدده للجنس. واخيرا الفحوصات الطبيه ما قبل الزواج، اي 2 مقبلين على الزواج ايه الفحوصات اللي ممكن يعملوها وليها اهميه ولا لا، ولو ما عملوهاش ايه اللي ممكن يحصل، وهل في اي ضرر لو في زواج للقرايب ولا حاجه. كل ده هنعرفه ان شاء الله في سلسله شرح الاحياء للصف الاول الثانوي باذن الله. تابعوني وذاكروا، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.